خبروني انت اللي نقلتني لهون للجبين. ليش عملت معي هيك؟ ليش ما تركتني موت؟ أني خنتك، استاهل أكتر من الغواص. لعبوا لي بعلي وكانوا بدهم يحطوني محلك. طفيت عيون خوفك، من تحت راسي كنت رح تروح بشرب مي انت ورجالك. بتقوم بتخلصني، خلصتني من الموت يا ابن عمي. لو هيك قاعد حدي عم تعرض حالك للخطر كورنيلي، جميل اللي عم تعملوا معي يوجع أكثر من الرصاصة اللي فاتت جسمي. بس بوزيدك جبل، قلي لهش، خبرني لهش جبل بوز ايدك. لو كنت مطرحي شو كنت عملت؟ خياني ورحمي ما بيجتمعوا، شاك لتصور. الله يسترك، انت بالذات ما تحكي بالاصول. بيدك حق، ما في يقول لك شيء. خلص معلم، شوفك برا. اللي يا ابو علي صاير شيء؟ حددوا بكره موعد العمليه. طيب خليك، بدي اياك تحضرنا. اسمع هالكلمتين، أنا شلت روحي على كفي لحتى أقدر ساعدك. من فضل الله عليك ليكك نفدت، بس لازم أقول لك إنه الناس برا عم تترحم عليك. أمك كل فترة والتانية بتقرأ لك ياسين على قبرك. ما في حدا اللي الله خلقه بيعرف إنك عايش غير أنا. والزلمة صخر اللي هو أخي، واللي بينك وبينه طابق، ما بيعرف إنك عايش. ما في داعي إلك صخر شو عم يعمل هون، ولشو عم يعمل بكرة عملية عيونه. ايه وبعدين اذا بالهيبة ميت وهامك طايق تشوف صورة وجهه جبيل، اذا ملك مسامحني ليش خلصتني؟ بوس ايدك احكي شو في براسك. ما في براسي غير اللي كنا ناويين عليه، ولأنك عزيز وغالي قررت ان فيك. هذا الحكي من قبل ما انت تتقوص، ما تغير شيء. شو معنى طول حكي؟ يعني ان شاء الله بس تقوم بالسلامة كأنك خلقت من جديد، بس بتبلش من مطرح تاني، بتنسى أرضك، بتنسى ناسك، وبتنسى ماضيك. وانت هيك بترتاح؟ أنا ما دخلني فيك، أنا ما بعرفك. تعرفوا هالشاب يا ابو علي؟ ولا بعمري شفته.
عليك العافيه.